مش حابه ان مستقبلهم يضيع. حرام انه تروح عليهم فرصه التعليم. نجين عمران ومبادره الفن يصنع الامل ينقذان مستقبل تيم واسيا. شرطي اللي بس تكبر حتصير شرطي دكتور اطفال. هذه من ابسط حقوقهم. بسبب طبعا ظروف شغل جوزي ان يعني هم بيشتغل الشغل ثابت مش متعين في وظيفه، هو بقى له اكتر من كذا شهر ما فيش شغل، وانا بشتغل مشرفه باص في المواصلات، راتبي 1300 درهم، يعني راتبي محدود قليل جدا، فطبعا دول يعني ما يقدروش ان هم يدفعوا مصاريف المدرسه لطفلين. فعدم توفر المبلغ ده حرم ابنها تايم وبنتها اسيل انهم ينضموا لالاف الطلاب اللي دخلوا المدرسه في الفصل الدراسي الجديد. اكيد هتتعب نفسيه الطفل، وهم شطار، فانا مش حابه ان مستقبلهم يضيع، وهم حابين التعليم والتدريس يعني. بس لجين عمران مش هتسمح ان مستقبلهم التعليمي يكون في خطر، عشان كده قررت مساعدتهم من خلال مبادرة الفن يصنع الامل، واللي هي تعاون مشترك بين اي تي بالعربي ومبادرة صناع الامل اللي اطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الموسم الرابع منها. لما عرفت عن هذه الحالة وانهم محتاجين، يعني ما شاء الله البنت والولد اللي هما تيم واسيل متفوقين، بس الوضع المادي ما يسمح، فحرام انه تروح عليهم فرصه التعليم، فهذه من ابسط حقوقهم. ولوجين ابتدت التنفيذ على طول، فنزلت للمول واشترت لهم كل المستلزمات المدرسيه من دفاتر وحقائب، وكمان حبت تجيب لهم احذيه، والمهمه دي ما كانتش سهله كونها ما تعرفش تماما اللي بيحبوه. انا متعوده على بنات باسل عيال اخواني، بس اجيبهم هم يختاروا، بس انا قاعد اختار من زمان. ومن بعد ما اشترينا كل الحاجات دي رحنا في زياره مفاجاه لمنزل العيله. الله يسلمك يعطيك العافيه، بشوفكم تبعك وبحبك جدا. شكرا حبيبتي. شكرا. اهلا وسهلا. انت تاي صح؟ ايوه. اهلا وسهلا. كيف انت؟ شي تمام حبيبي. على اسم اختي. على اسم اختي، ربنا يخليك. واول حاجه عملتها انها طمنتهم بان كل اقساط مدرستهم اندفعت للسنه دي. هي اقساط المدرسه؟ اه يا سامي، خلاص كده اقساط المدرسه دفعت ليهم؟ مدفوعه اقساط. اه تسلم ايدك يا رب، شكرا جدا. والمواصلات وجبنا لهم اغراض المدرسه، بس يعني انا ما بعرف برمجي لحالي، ما بعرف ايش يحتاج صراحه. لا لا، وكمان الفرحه غير لما هم بيختاروا اشياء. أيوه. جبت لهم اشياء على ذوقي كده، خلاص هتروحوا المدرسه مش تبقوا قلقانين. شكرا جدا جدا، والله مفاجاه حلوه جدا يعني، بجد والله مفاجاه جميله. وشكرا للشيخ محمد بن راشد، بجد يعني بنشكره يعني على الامل اللي رجعت برضه ادى للاطفال تاني. شو أكتر شيء حبيته من الشغلة؟ الشنط. شو قلت لي بس تكبر حتصير؟ شرطي، عشان أقدر أنقذ الناس من الناس الشريرة. وأنت؟ دكتورة أطفال. دكتورة أطفال؟ ليه دكتورة أطفال؟ عشان بحب الأطفال. إن شاء الله كذا نشوف فعلا أسيل اللي كانت صغيرة وطالبة صغيرة دكتور زي ما هي تتمنى، دكتورة أطفال، وتيم يصير شرطي. ولوجين ما اكتفتش بكل ده، فتأثرها بالحالة خلاها تتأكد إن الولاد مش ناقصهم حاجة. هذا كاش هم يختاروا الأشياء اللي ممكن تكون. والله شكرا جدا 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 ليكم، والله شكرا. في أشياء هم يمكن يحتاجوها بس أنا ما أعرفها، ففضلت اني اعطيها كمان كاش، لانه انا بالنسبه لي الكاش اهم من الاشياء العينيه اللي انا اجيبها، هم يختاروا على ذوقهم وحسب حاجتهم. كله مفاجات، الهدايا الجميله دي يعني صراحه كل حاجه، يعني مفيش حاجه ما فاجاتنيش. مصاريف الباص لا تتخيل قد ايه فرحتني بجد، لان احنا التاكسي بيودي الولاد ويرجعهم ذهاب وعوده في اليوم ب 50 درهم، فالمبلغ طبعا كتير يعني، فكان بالنسبه لي كان شويه ازمه موضوع المواصلات ده، بالنسبه لي ازمه صراحه جامده يعني. ومن بعد ما تامن كل حاجه للاطفال بقوا جاهزين يروحوا للدواء. ان شاء الله باذن الله من يوم الاثنين ان شاء الله يداوموا ويلبسوا لبسهم ويستلموا ان شاء الله لبس المدرسه باذن الله ويداوموا ان شاء الله. المشكله اتحلت الحمد لله، واتحلت بزياده كمان الحمد لله رب العالمين يعني الحمد لله. وفي اول يوم دوام ليهم حبينا نرافقهم، وكنا محضرين لهم مفاجاه كمان. هذه المبادرة العظيمة الجميلة ما هي غريبة أبداً على الشيخ محمد طبعاً بن راشد، ودائماً عنده هذا التوجه، يقول إحنا نحارب اليأس، نحاول نحن نحارب التشاؤم، وما إحنا إلا جنود في هذه المبادرة
كل واحد فينا يقدر يكون صانع أمل، ما أحد ما يقدر، كلنا نقدر. القليل ولو كان أقل القليل أفضل من العدم. ودائما يجي على بالي مقولة الطاغورائي: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.